اوكي الاخوان صباح الخير. اليوم غادي نحاولوا نطلعوا هذه البلاصه. هذه بالضبط سميتها جليسي بوينت. غادي تاخذ لنا ساعه وربع باش نوصلوا لها. جليسي بوينت هي قمة جبلية توجد فوق وادي يوسيميتي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتقع على الجدار الجنوبي للوادي على ارتفاع 2200 متر فوق قرية كوري فيلاج. توفر نقطة جليسي بوينت إطلالة رائعة على العديد من المعالم المعروفة في منتزه يوسيميتي بارك، بما في ذلك وادي يوسيميتي وهالف دوم وفيرنال فول ونيفادا فول. يمكن الوصول إلى جليسي بوينت عبر الطريق الجميل جليسي بوينت رود بواسطة السيارة، وغالبا ما تكون مزدحمة بالسياح، وقد تستغرق أحيانا إلى 4 ساعات في فصل الربيع والصيف. الطريق مفتوح عادة من شهر ماي حتى شهر أكتوبر، وفي فصل الشتاء يتم إغلاق طريق جليسي بوينت رود بسبب تساقط الثلوج الكثيف. من الصعب أن تتخيل أن فندق جليسي بوينت ومنزل الإيواء ماكوليز مونتنز هاوس كان يقفان في هذا المكان بالذات، حيث كان الضيوف يجلسون على الشرفة الأمامية في نفس المكان الذي أقف فيه حاليا، ويتمتعون بنفس المنظر الذي ترونه الآن. وكان ذلك في عام 1871 عندما حصل جيمس ماكولي على إذن بناء دار الضيافة، وانتهت الأشغال سنة 1873، بينما انتهت أشغال بناء فندق جليسي بوينت سنة 1917. وفي شتاء 1968 تضرر الفندق بسبب كتلة الثلوج الكثيفة، لكن الكارثة العظمى هي اندلاع حريق هائل في الفندق سنة 1969 أدت إلى إحراقه بالكامل ودار الضيافة والعديد من الأشجار، مما أدى إلى إغلاقه وهدمه بالكامل، وأصبح الآن عبارة عن نقطة سياحية فقط به دكان كبير يلبي طلبة السياح. اوكي الصخرة هذه مشهورة هنا في يوسيميتي بارك، سميتها هاف دوم، نص قعبوب بالدارجة المغربية. هذه مشهورة، عاد الا بغيتي تطلع ليها حتى الفوق خاصك تعمر على الرخصة. الرخصة كتلعب بالقرعة، لان كل نهار كيطلعوا ليها 600، اكثر من 600 ما يمكنش، لان كيولي الزحام عليها الفوق. تما كاين تقريبا شي مترو دايرين فيها السلاسل باش تشد فيهم وتطلع. هذاك الشيء علاش كيبغيو يكون الزحام تما باش الانسان ما يطيحش. نتمنى على الله الربح في القرعه من يبدا الصيف شهر 6 ولا شهر 7 ونطلع نصوروا لكم. إذن هذه هي جليسي بوينت، منظر خلاب. غادي نمشيو غادي نطلو على البلاصة في مخيمين. كاينه واحد الطريق انا نوريها لكم من هنا، الى تبعتي هذا الطريق في كاين هذيك الشجره ونزلتي 8 السوايع الى بقيتي غادي بدون توقف توصل حتى المخيم ديالنا. منظر خلاب، حتى هو غادي نحاولوا نديروه، ولكن دابا مع كورونا سادين هذا التريل، هذا اللي كيقولوا ليه ديال البانوراميك. الى لاحظتوا له كاين شويه الثلج من تما منين جينا، ديك الجبال من وراها كاين نيفادا. احنا حاليا في كاليفورنيا. كنتمنى تكونوا كتلاحظوا واحد الشلال، راه هو هذاك هو الشلال اللي مشينا ليه البارح وتصورنا فيه. الشارع والوسط باش توصل تما من عندي لتما خاصك 3 سوايع، وعاد باش تهبط واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع لتحت.
وعلى فكرة هاد الهاف دوم هادي لا بغيتي تطلع ليها خصك تبدا مع 4 الصباح باش يلا ترجع مع 8 العشية علي روتور، تقريبا كتاخذ اكثر من 12 ساعة 14 ساعة. الناس اللي خفاف ودير الرياضة كيديروها في 12 ساعة 11 ساعة. خليني نوريكم فين مخيمين. احنا مخيمين هنا هنا بالضبط وراء هاد الخيمات البيضين. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. إذن عزيزي المشاهد، إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب به والاشتراك في القناة وترك تعليقك تشجيعا لنا وشكرا.